السلام عليكم البنات، اليوم غادي نوجد معكم طاجين ديال البيض ديال الحوت بطريقتي الخاصه. تبعوا معايا. في الطاجين اللي يكون سخون غنزيدو زويته بلديه وغادي نحكو جوج دراس ديال الثومه، نخليهم تيتشحروا شويه مزيان، وغادي نزيدو عليهم واحد البصله محكوكه. غادي نخلطهم مع بعضياتهم ونخلو هذيك البصله مع الثومه حتى يدبالوا ويتشحروا مزيان. من بعد غادي نزيدو عليهم شويه ديال الخضره، مطيشه محكوكه وفلفله خضراء وفلفله حمراء حتى هما محكوكين. وغادي نخلي هاد المقادير تندمج مع بعضياتها، تشحر ليا مزيان. وغادي نبدا نزيد في التوابل. غنزيد هنا التوابل ديال الحوت، غادي نزيد شويه الابزار، شويه سكينجبير، شويه الخرقوم عرق، وغادي نزيد القزبر يابس. غادي نخلطوا هاد المقادير، غنزيدوا شويه مليحه على حسب الذوق. غادي نخلطوا هادشي مزيان، وغادي نزيدوا قزبر ومعدنوس. والحاجه اللي كتزيد الطاجين ديال الحوت ديما تبقى تزيدوها كتزيدوا لذه هو شويه ديال الكرافس. جربوا هاد الطريقه وردوا عليا الخبر في اي طاجين ديال الحوت، يا كواري يا حوت عادي بالخضره، يا المهم كينسمو كيجي خطير. صافي، كننزل هنا البيض ديال الحوت. على فكره هو كيتباع البنات 1200 الكيلو، هذه انا خديتها ب 20 درهم. كنزيد فوق منها شويه الملحه، غنزيدو شويه تاع التحميره، وغنخلطوا هادشي وغنخلوه يطيب على خاطرو. ومره مره نزيدو المريقه فوق الحوت باش تشرب ليا هذيك المريقه ويجي حتى هو مرق. وغادي نتكو مزيان بالفرشيط حيت هو كيبدا يتنفخ وكيبدا كيدير الماء من الوسط، دونك حنا خاصنا نخرجوا هذاك الماء اللي في الوسط ديالو ونخليه باش يطيب مزيان. دونك مره مره نتكوه، راه غادي يبان لكم بدا كيتنفخ. غنزيدو واحد نص حامضه مصيره، مره مره نقلبوه. في الاخر ملي يقرب صافي يطيب غنزيدو شويه تاع الزيتون احمر. صافي العافيه تكون مهيله. ملي صافي يطيب لكم البيض غادي تقسموه بالموس بهذه الطريقه هذه، باش حتى في الماكله يجيكم ساهل. جربوا البنات هذه الطريقه ديالي، غادي يعجبكم بزاف البيض. انا صراحه من عشاق البيض، ديما كنديرو بهذه الطريقه دي في الطاجين، كيجي رائع بزاف. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش حركه الاكسبلورر، خليو ليا لايك. الا عندكم اي تساؤل خليو ليا في لي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله فيديو ماجيه. مع السلامه.